يسأل عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يموت إلا ندم، ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون قد نزع. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلا قاموا على مثل جيفة حمار، ثم كان عليهم يوم القيامة حسرة، ثم إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. ابن مسعود كان يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ابن القيم كان يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. لقد كان حرص السلف الصالح على أوقاتهم حرصا مذهلا مدهشا، ونقلت عنهم في ذلك الغرائب والأعاجيب. حسن البصري كان يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. كان عمر بن عبد العزيز يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعملان فيك يهدمانك، هل أنت إلا أيام؟ إذا انقضت أيام، بعض أيام فقد انقضى بعضك، وتوشك أن تنقضي أنت بكلك بقضك وقضيضك. من لطيف ما يروى عن الفضيل ابن عياض أنه قال لأحدهم: كم أتى عليك؟ كم مر عليك من عمرك؟ فقال: 60 سنة. فقال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تصل، توشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قاله: أتعرف تفسير هذا؟ أتعرف معنى قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، وإذا علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، فليعد للسؤال جوابا. قال له الرجل: فما الحيلة؟ طب نعمل إيه؟ فقال: يسيرة، أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، والأعمال بالخواتيم. بعد هذه المقدمة نقول لصاحب السؤال: اشغل نفسك يا بني بالنافع المفيد، لا بأس ببعض الأناشيد الخالية من المعازف الحسنة الألفاظ والكلمات، فإن النشيد يعني إن النشيد كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لا بأس ببعض البرامج الثقافية الهادفة أو بعض المسلسلات الإسلامية وهي كثيرة والحمد لله، ثم ببعض الرياضات النافعة التي تقوي البدن وتخلصك من الرواسب والزوائد منه. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، اللهم آمين.